نوستالجيا يعني الحنين للماضي، دي حاجه يمكن هتفضل في الفقره معانا دايما، وحاجه كلنا كمصريين بنحبها، يعني حاجه في طبيعتنا كده. النهارده معانا حكايات من زمان بقى فات كتير جدا عن النجوم، من اهل الفن، من الرياضه، مجموعه صور خاصه كمان خصنا بيها الاستاذ محمد صادق مدير مؤسسه الارشيف العربي اللي منورنا النهارده، اللي هو بيهتم بشكل شخصي جدا بالنادي الاهلي وبتاريخه. خلينا نرحب بالاستاذ محمد صادق مدير مؤسسه الارشيف العربي، دي تاني مره حضرتك تكون معانا، يا صباح الخير ومنورنا. صباح النور على الناس الجميله الحلوه. اهلا بيك. الواحد يعني بيجي الصبح مبسوط قوي بحكايتكم الجميله، تفتح يعني صدرنا للحياه ونبدا بيوم جميل كده. يا رب ربنا يخليك، الصحبه والقعده بتحلو بوجودك معانا، وطالما حضرتك بتنورنا يبقى هنرجع معاك فلاش باك لايام حلوه وذكريات حلوه، وبطبيعه الحال معلومات كتير في اجيال ما حضرتهاش وممكن يعني ما تعرفش حاجه حتى عنها، ففرصه عظيمه بقى نتعرف من خلال وجودك معانا النهارده على صور حلوه وعلى ذكريات حلوه. بس انا عايز اخد من اخر جمله قالتها نهاوند، انت مركز مع النادي الاهلي. صح كده؟ حب النادي الاهلي، حب اني اتربيت على مبادئ فعلا وقيم واخلاق، على مواقف كتير نجوم النادي الاهلي عملوها في تاريخهم الجميل، اللي ملوش ماضي ملوش حاضر. اكيد الماضي بيقول كل حاجه، التاريخ بيقول، مش انا اللي بقول. انا انسان يعني في يوم ممكن ما اكونش موجود، لكن النادي الاهلي تاريخ عظيم. اقرا شوف لعيبه الاهلي ازاي ضحوا عشان فرقتهم، ازاي تنازلوا حاجات كتير قوي. يعني احنا بنيجي نبدا مثلا نتكلم عن الخطيب مثلا او كابتن ثابت البطل، ونشوف مواقف من التاريخ ازاي مثلا في السبعينات جه فرقه كبيره اسمها مورشن جراد باخ الماني، جت تلعب مباراه وديه مع النادي الاهلي، فكان الكابتن الخطيب يعني لبسوه فانيلا رقم 8 مش 10 ولعب ماتش عظيم. فجي بعد الماتش المدرب بتاع مورشن جراد باخ قال عايز اللعيب نمره 8 ده، انا عايزه باي ثمن، وعرضه على النادي الاهلي $1,000,000 في عز في السبعينات 77. كان الخطيب كابتن الخطيب طبعا بحسن الالقاب، يعني بقاله 5 سنين بيلعب في الاهلي، من 71 72 لغايه 76 77، كان لسه 5 6 سنين. قال لهم لا، انا ما اقدرش اسيب النادي الاهلي، النادي الاهلي جمهور بيحبني، النادي الاهلي فلوس بتروح وبتنتهي، لكن حب الناس ما بينتهيش، وهو ده التاريخ العظيم النادي الاهلي. طب كلام جميل. النهارده محضر لنا صور ايه؟ انا بادي بقى بحاول اعمل النهارده كده حاجه حلوه، حب الفنانين للرياضه وحب الرياضيين للاهلي للفن. طبعا طبعا. خلينا نبدا بالصوره كابتن ثابت البطل والنجم وليد توفيق. الله يرحمه كابتن ثابت البطل، المبادئ والقيم والاخلاق وكل حاجه، وضحك كتير قوي. وبرده من عشان انا استاذ كريم قال لي كلمه حلوه، قال انت حكاوي او حكواتي، كلمه عجباني. حكايه بقول لك، حكاء بارع وعندك اسلوب شيق جدا، وبعدين عندك طريقه لطيفه جدا، يعني اللي بيسمعك كانه شايف شريط سينمائي. ده جميل، او اشكرك للكلمه الحلوه. لا انا بقر واقع والله، مش الله يخليك، انا بحاول اتكلم بالتاريخ. كابتن ثابت البطل كان في عز، كان محترف في ليبيا، وكان بيدرب فرقه كبيره في ليبيا، وكان ساعتها بقى ليبيا بتصرف كتير. النادي الاهلي رفع التليفون قال له يا كابتن ثابت احنا عايزينك، لازم تيجي لنا النادي الاهلي. ساب كل حاجه، ساب الملايين وساب الفلوس وساب، قال لك انا النادي الاهلي هو اللي عملني، هو اللي مسكني الفلوس. هنا صوره حلوه مع الكابتن، مع الفنان الجميل اللبناني وليد توفيق، صوره جميله بتنم على الصداقه الحلوه بين الفنانين والرياضيين. جميل. طيب عندنا صوره ثانيه فيها تكريم النادي الاهلي لمجموعه من الفنانين والرياضيين، والكلام ده كان سنه 1978. جميله قوي المجله دي، كان منزلها صفحتين في 1978، جايه اسمها الكواكب. طبعا. اللي جواها بقى حاجه جميله قوي، الناس يا ريت الاهلاويه والمصريين يشوفوا الجمال، يشوفوا المبادئ والجمال. هنا النادي الاهلي عمل احتفاليه كبيره بحصوله على الدوري العام 78 و3 بطولات في الناشئين في 78. مين اللي بيسلم الجوائز؟ الفريق المرتجي، رئيس نادي الاهلي، وجنبه من اعظم من مسك رئيس نادي الزمالك محمد حسن حلمي. الاثنين واقفين يد بيد بيدوا الجوائز للرياضيين، كابتن شطه وكابتن مصطفى عبده، تاريخ النادي الاهلي. طبعا. شوف الجمال. مين بقى اللي احيا الحفله دي؟ الفنانه ورده، الاستاذ العزبي، في رقي جميل. جميل. الصور بتقول لا دي بقى صوره عالميه. صحيح. الصوره دي عظيمه عظيمه. الكابتن العظيم صالح سليم والفنان الكبير عمر الشريف، كان ناقصهم صديق ثالث الفنان احمد رمزي. الله. اللي هم الاصدقاء الثلاثه في كل مكان متواجدين. الله. يا سلام على الحب يعني اللي يجمع بين الفنانين والرياضيين، الرمز نقول النهارده صالح سليم الناس كلها بعد 50 سنه. ودول مش اي فنانين ومش اي رياضيين الحقيقه. حاجه الراحل كمان العظيم احمد رمزي، يعني انا على المستوى الشخصي بعشقه اكتر فنان مصري بعشقه هو احمد رمزي. لكن لو اتفرجت على لقاءات كتيره جدا كان عملها وقد ايه كان بيتكلم عن كابتن صالح سليم عشقه، يعني هو حتى كان في سؤال ليه وجه بتساله المذيعه انت اهلاوي؟ قال لها انا صالح سليماوي. يعني تخيل هذه الدرجه. هنا الرمز طبعا، هنا الرمز اللي بيفضل مئات السنين. الاهلي 113 سنه ويبقى 200 و300 هيفضل الرمز هو اللي بيتكلم عن النادي الاهلي. تمام. الصوره اللي بعد كده الكابتن زكريا ناصف ومعاه الفنان سامح السريتي. وطول عمر الفنان سامح السريتي محب للنادي الاهلي ولكره القدم وبيمارس الرياضه الحقيقه باستمرار. طبعا جميل. وبعدين خد حضرتك دي صور فوتوغرافيه انا مش جايبها من على النت. اوكي. طبعا الاصل اهو انا معايا الأصل اهو بطلعها. اي حاجه من هنا من اللي اتعرضت دلوقتي معايا في ايديا. يعني الصور المعروضه دي احنا بنوضح لحضراتكم طبعا ان هي موجوده في ايدينا يعني صور حقيقيه. مش صور من على وسائل التواصل الاجتماعي، لا لازم برنامج محترم نجيب شيء محترم. ربنا يخليك يا فندم. الصور اللي بعد كده معانا ايه بقى؟ في بقى حاجات كتير هنخش عليها بعد الصور دي. انا بقى احنا فرضنا الصورتين بطريقه. شوف الكابتن زكريا ناصف، الكابتن زكريا المهاجم الشيك الجميل. شوف الفنان الجميل. دي الجميله المذيعه الاعلاميه منى الحسيني. شوف انا بقى جبت بقى ازاي الفنانين حبهم للرياضه ولابسه الترنج الجميل وماسكه الكوره وحبها، وهي كانت عضوه قبل كده في اداره النادي الاهلي قبل كده في فتره معينه. وازاي الفنانين او الرياضيين بيحبوا الكوره بيعشقوها وبيحضنوا الكوره. بصي هي اعلاميه رائعه، انا من الناس اللي بحبها جدا جدا طبعا طبعا يعني. تاريخ جميل طبعا يعني. والصوره اللي بعد كده الفنان محمد ثروت والفنانه معالي زايد مع كابتن مصطفى عبده. طبعا بقى نتكلم بقى على الاخلاق والتاريخ الجميل والمحب للنادي الاهلي والعاشق للنادي الاهلي. كان تملي كابتن الخطيب بيقول ان انا اغلب اهدافي كان من صنع صديق عمري وحبيبي الكابتن مصطفى عبده. الله لسه برضو مستمرين مع الفنانين والفنانات. الفنانه دينا عبد الله. فطبعا شوف انا حاولت عندي صور كثيره جدا، قعدت انقي اجيب الحاجه اللي بتجمع ما بين الرياضه والكوره والفن. يعني ازاي فنانه لابسه ترنج جميل قوي، كانت في الفتره دي الترنجات دي طلعت جديده وشيك قوي ومعاها الكوره. دي الثمانينيات او التسعينيات. تمام اوائل التسعينات بالظبط يا استاذه. وهنا جايبه الكوره. وبص احنا جبنا قبل كده مناطق مختلفه، اللي ماسكه الكوره ماسكاها كده واللي ماسكاها حاطاها على رجليها. انا عندي صوره مع الكوره بقى هديها لحضرتك بعد كده. والله بجد. طب والله لو احنا كمان 20 سنه بقى. ربنا يديك الطول العمر. الفنانه بقى رانيا فريد شوقي اختلفت في الكوره اللي كانت معاها. الله الوضع اختلف طبعا. فنانه جميله جدا برضه رانيا. بس منها في النادي الاهلي طبعا. هي هنا بتتدرب في النادي الاهلي شويه سله شويه. بعدين ده هي سلاله عائله كده اهلاويه صميم. يعني الاب طبعا الوحش الشاشه فريد شوقي رحمه الله عليه. فريد شوقي يعني كان من عشاق، وهي يمكن كانت معانا في اول حلقه وفي مداخله تليفونيه وكانت بتحكي لنا ازاي كان الراحل فريد شوقي بيتفرج وكان بيتفرجوا معاه. كان حريص فعلا ان هو يروح. الاستاذ فريد شوقي كان بيروح مع مدام هدى سلطان وكان بياخدهم معاه. والفنان شكوك وناس كتير وسعيد ابو بكر وناس كتير قوي كانت بتروح الملعب وتشجع من جوه الملعب وبضحك ويلعبوا مطوشه وديه مع الفنانين ومع الرياضيين. يمكن الصوره اللي جايه كمان للراحل فريد شوقي لو نعرضها يا جماعه. انا جبت صور، في صور كتيره جدا عظيمه الفنان فريد شوقي. ده في صوره بيلعب انا نقيت له، يعني هو كان عامل صوره وبيلعب رياضه الصبح. انا عايز اوصل للناس ان الفنانين بيحبوا الرياضه بيعشقوا الرياضه مع ميول بقى ان هم بيشجعوا اهلي او فرق اخرى. احنا بنتكلم عن الرياضه بشكل عام. فن جميل. من ضمن الفنانين في الجيل الحالي اللي من عشاق الرياضه ومتفوقين فيها الفنان محمد لطفي اللي منورنا من خلال التليفون. يا لطفي صباح الفل عليك واهلا بيك. صباح الخير يا كريم، ازيك؟ عامل ايه؟ حياتي. الو. صباح الخير على حضرتك. بس هو الصوت واطي شويه يعني عايزين قوه الفيديو اللي شفناه والتمرين. طب كده الصوت كويس؟ يعني افضل شويه. صباح الفل عليك. وبنتكلم عن الرياضه وعن عشق الفنانين والنجوم للرياضه، وطبعا ما ينفعش نتكلم بالعنوان ده من غير ما تكون معانا على التليفون. صباح الفل عليك. صباح الفل يا كابتن كريم، ازيك يا بطل؟ انت في نادي الاهلي بقى لازم تبقى كابتن، وكلمه بطل دي دائما وسط في الاوساط الرياضيه المستمره. خليني اروح مع حضرتك كده. احنا الفيديو اللي عرضناه ده مش اول مره نعرض لحضرتك يعني فيديو وحضرتك بتمارس الرياضه، لكن يعني معروف عن حضرتك حبك للرياضه ودايما حريص انك تروح الجيم، ويمكن بنعرضه مره ثانيه. هو هنا بقى استغرق المده قد ايه يا استاذ محمد؟ يعني عايزين نعرف. بصي، هو انا مش محب رياضه، انا كنت ملاكم، وكنت لاعب الفريق القومي العسكري القومي، وانا يعني كان عندي لياقه عاليه جدا، وكنت بشترك ومازال يا كابتن لطفي بطولات كتير. فجيت لما كنت بشتغل، فيعني طبعا اشتغلت ما بقتش بتمرن بنفس الكفاءه، بس دايما الرياضي تلاقيه لو ما اتمرنش يحصل له حاجه، يحصل خلل. صحيح. فبحب اواظب، احيانا بتشغل وببعد شويه ووزني يزيد سنه، بس ما بقدرش يعني ابعد خالص، فعلى طول دايما مستمر في التمرين. والملاكمه بالذات لعبه صعبه جدا وعنيفه جدا، وبتعمل لياقه بدنيه قويه جدا، فيعني هي فيا يعني متشكله معايا. يعني من عندي 13 سنه لحد ما بطلت بوكس وانا عندي 27 سنه او 28 أيوة. سنه كنت يعني بتمرن، فتكونت معايا التمارين والرياضه ما شاء الله. بس ربع ساعه من تمرين شاق بالشكل ده مش حاجه سهله، انت قعدت ربع ساعه كامله بتأدي التمرين ده. عملت الاول كنت ببدا بدقيقتين، بعدين 3 دقائق. انا دايما نفسي العادي كملاكم 3 دقائق، اللي هو زمن الجوله، ممكن الواحد يقدر يتحايل على نفسه باي شكل انه يعمل ال3 دقائق. فانا تركتهم وعملت 5 دقائق اللي هم المره اللي فاتت، وبعدين عملت 9 دقائق، وبعدين تجرأت وعملت 11 دقيقه، وبعدين عملت 13 دقيقه الا، وبعد كده رحت عامل 15 دقيقه. بس طبعا ده ما كانش يوم واحد، ده يعني طبعا ايام وساعات من التدريب، خلال مثلا 3 شهور او 2 شهور. انا واحد من الناس شاهد على اهتمامك وعلى حرصك على ممارسه الرياضه. كنت بتكلم في الحلقه اللي فاتت، او مش فاكر اللي فاتت ولا اللي قبلها، كنت بتكلم ان انا ليا ذكرى معاك لما كنا سوا في الاردن، وكنت عايز تصحى الساعه 6 الصبح في صباح رمضاني عشان تنزل الجيم في الفندق، وحاولت تقنعني. انا فاكر كل التفاصيل دي. قعدت اقول لك يلا يا كريم احنا هنقعد نعمل ايه، انا تعالى بس. على كل حال اتمرنا تقريبا. استاذ محمد، احنا عايزين نتفق مع حضرتك على حاجه بقى، وانا بحب دايما استغل المداخلات اللي بتبقى معانا. لو حضرتك تنسق وننسق معاك وفريق الاعداد ان احنا نروح معاك نتمرن، نصور مره تقرير واحنا كلنا بنمارس رياضه. هنجيب كريم، لا نصور معاه تقرير بس ما نمارسش مع محمد لطفي رياضه، ما نمارسش مع محمد لطفي. الفكره الوحيده ان انا احرج كريم على الهوا كده واسيطر عليه. خلاص ننسقها ونشوف مع حضرتك امتى الوقت المناسب. ازاي هقول لك انا جبت اللبس الرياضه وكل حاجه ونسي الجزمه بتاعت الجري. لا ان شاء الله ننسقها مع حضرتك، يبقى شيء يسعدنا جدا. الفنان الكبير محمد لطفي، مشكورك يا فندم، دورتنا واسعدتنا، ومبسوط بالمكالمه دي. وانا كريم ده اخويا يعني، حبيبي يا دكتور، حبيبي والله. القلوب عند بعضها من زمان قوي، يعني من قبل الشهره احنا الاثنين واحنا نعرف بعض. فانا بحييكم وبشكرك طبعا، وتحياتي للنادي الاهلي وكل جمهور الاهلي. اقول له حاجه بس قبل ما نقفل معاك يا لطفي، لو تسمح لنا، ضيفنا العزيز كان عايز يسالك سؤال. استاذ محمد صادق، اتفضل يا كابتن. انا اسف يا فنان، انا عايز اقول على موقف جميل محترم من فنان جميل، ابن بلد بيحب الناس كلها. كنت حضرتك جيت عندنا صورت في نادي الدرب الاحمر ايام فيلم كابوريا مع الفنان احمد زكي الفنان الجميل. ايوه طبعا، كابتن امام فهمي، ما انا كنت بلعب في الدرب الاحمر. ايوه انا من الدرب الاحمر، وكنا مبسوطين وقاعدين بنسقف لحضرتك وبنحييك وانت بتصور. وذاكر موقفك معانا كابن بلد، كنت بتاخدنا وكنت زعلان من احنا بنقعد نصرخ ونقعد نسقف، وكنت على طول رد فعلك جميل معانا. فانا عايز اقول ان حضرتك شخصيه جميله جدا. صحيح. يعني شوف فين بقاله كام سنه من راح لاحمد زكي، وكان كان استاذ محمد لطفي كان لسه بادئ في التمثيل وكده، وازاي كان بيحتوينا وما كانش بيزعل مننا. في نادي الدرب الاحمر اللي هو جنب بابط المتولي بتاع البوكس وبتاع كمال الاجسام. انا عاجبني جدا يعني حضرتك ما فيش حاجه ناسيها يعني حتى الذكريات. حد من سقفه قلنا هيزعق لنا بقى، كنا عيال صغيره. محمد لطفي من اجمل البني ادمين اللي ممكن تتعامل معاهم في حياتك، وبعدين اخلاقه عاليه جدا. يعني معظم الرياضيين بتلاقي دايما عندهم اخلاق عاليه جدا. لا جميل، الرياضه حلوه طبعا، نمي حاجات كتيره جوانا اذا كان فنان او رياضه، شيء جميل. طب احنا وقفنا في الصور فين بقى؟ نكمل غالبا عند الفنان فاروق الفيشاوي. لسه ان شاء الله رحمه الله، كان اهلاوي جديد قوي لسه بقى. ايوه نجم رحمه الله عليه فاروق الفيشاوي. الرياضه وازاي الترنج الجميل وازاي الكره تحت ايديه وازاي بيمارس الرياضه، وده شيء جميل. لازم احنا البرنامج هنا بيدي رساله للناس ان تمارس الرياضه بشكل عام. عمنا صلاح السعداني النجم الكبير العمده طبعا، يعني ازاي كبير مشجعي النادي الاهلي وهنا بيشجع عوده على الرياضه، كان في نادي والاولاد الصغيرين. صوره جميله جدا، بص كانه يعني انا اسف يعني كانه شاب صغير طفل بيجري مع الاولاد ويفرحهم. فنانه ليلى نصب طبعا اتولدنا على اغاني الافراح بتاعتها الجميله طبعا. يعني الصوت الجميل، وكان في اي مناسبات مبهجه في كل اغانيها الحقيقه، حاجه حلوه. التاريخ يقول كده. هي دي كانت فوتو سيشن استاذ محمد. يعني انا شايفه ان كل تقريبا الفنانين لابسين نفس فكره اليونيفورم او هنطلع كميه كبيره جدا من الفنانين، بس لقيت الحاجه اللي فيها لبس الرياضه بس. دي كانت يعني صور مالهاش، مش مرتبطه ببعض يعني. دي كانت لا خلي بالك، ما دي كانت التريننج سوتس بتاعت المرحله شبه بعض جدا يعني. ايوه صحيح. يعني كان في صوره عدت بتاعت الفنانه الجميله ليلى طاهر طبعا. حاجه طبعا. يعني الابتسامه المشرقه الجميله والرياضه، وازاي الانسان مهما اي سن يلعب كوره. بالظبط، دي رساله بتبقى ضمنيه فعلا ان من خلالها نقدر ان توصل رساله يعني مهما فعلا سنك كان. مع ان هي طبعا كانت صغيره يعني مش كبيره في الصوره للناس، بس دي رساله. ممارسه الرياضه. الفنان مصطفى قمر طبعا، ازاي هنا في ملعب كوره خماسيه كان اي بطولات كان الفنانين يروحوا يشاركوا ويبسطوا الناس ما بين الغنى وبين الرياضه وكده يعني. هنا نجم الكوميديا عبد الله جميل. انا شكلت تشكيله جايبه يعني فنانين ورجال ونساء. بص وفي صور ثانيه، بص هنا الفنان كميل محمد فؤاد طبعا، استاذ وجدي العربي وسامح السريتي، وفي كابتن خالد علي مطرب خالد علي طبعا. يعني شوفوا ازاي واقفين في جون كره خماسيه برضه، بيتدربوا قبل الماتش ولبس رياضي. حاجه مبهجه، رساله للناس. عارف ايه كمان مبهج؟ اتفضل. الشغف اللي في صوتك والانفعالات وملامح الوش انت ما بتتكلم عنه. لا سامحك ليدي يا احلى حاجه، عايزه ابقى عندي نوع من الستايل كده، لكن بندفع وبتكلم. لا عايز اقول لك ده جميل، وبيوصل لنا فعلا درجه عشقك للتاريخ من حيث المبدا. انت واضح ان انت كنت بتحب التاريخ طول عمري. بحب التاريخ، مش كده برضه؟ عشان كده بعشق النادي الاهلي. حب للتاريخ، حب النادي الاهلي، حب النادي الاهلي، حب للتاريخ. يتملي اقرا اي انسان، مؤسسه، مكان، اقرا في التاريخ، اشوف عظمه مصر في تاريخها، الاصل بتاعه، الاصل، ادور على الاصل. طبعا حضرتك اكتر واحده عارفه يعني ايه التاريخ فطبعا انا بنبسط اشوف النادي الاهلي وتاريخه العظيم، افضل متمسك بالنادي الاهلي. في مواقف ده صعبه دلوقتي، ارجع للتاريخ زمان، لا هتنتهي. كل دي كلام فاضي. اقطع بيك بس الحته بره السياق ونرجع تاني جوه السياق. على الصعيد الشخصي والانساني، حضرتك متزوج، عندك اولاد؟ والله ده انا مبسوط جدا ان انتوا جبتوها من الناحيه دي. انا عندي زوجه كويسه جدا وربنا اكرمني بيها، وعندي احمد اولى ثانوي، وعندي سما في عندهم سنة 6. ربنا يبارك لك فيهم ويفرحك بيهم، عندهم نفس الشغف تجاه التاريخ. انا عايز اوصل للنقطه دي. هو ده واخدين برضو الجينات بتاعتك. المهنه بتاعتي حاولت ان اشجعهم يكملوها، فسكت ماليش اقول لهم. فالمهم بصوا بتعامل مع مين؟ اطلع بس بره مصر اعمل تاريخ دوله الامارات، يقولوا الناس بيكرموني. ايه ده يا بابا الحاجات دي؟ طبعا ده التاريخ يا ابني. اروح نادي الاهلي بيقابلوني مقابله كويسه جدا وانسانيه، كانهم اخواتي قاعدين معايا، ابقى فرحان. لا يا بابا احنا بنحب الاهلي، بيعاملوك كويس. اروح اي مكان التاريخ. يخشوا المحلات بتاعتي يلاقوا جرايد كتيره، مجلات كتيره جايبه تاريخ مصر العظيم، سياسي وفني واجتماعي لازم نقرا. زي ما في رياضه نتثقف، نشوف اللي بيحب الاهلي وعايز يمسك في الاهلي قوي يقرا تاريخه، يشوف ارشيفه، وشوف عظمه اللعيبه اللي كانوا بيضحوا بكل حاجه. طبعا زمان كانت فلوس كتيره، بس الاخلاق كانت اكتر. هو نادي أكتر. الاخلاق يعني استاذ محمد هو معروف، النادي الاهلي هو نادي الاخلاق، دي حاجه مرتبطه بيه، مش احنا يعني اطلقناها على نفسنا. لا نتكلم. ده التاريخ زي ما حضرتك بتقول، هو اللي بيثبت هذا الكلام. الورق بيقول اهو. صحيح. رحم الله كابتن ثابت البطل لاخر لحظه في الملعب. طبعا لاخر لحظه ضحى بكل حاجه. قال لك فلوس ايه النهارده بعد 20 سنه 15 التاريخ. لا قال عنده كام في البنك ولا فلوس قد ايه. قد ما بيقولوا الشخصيه هي ايه. طبعا طبعا احنا مستنيين اللحظه اللي نرجع نلتقي مع حضرتك فيها تاني ان شاء الله. يمكن تكون يعني عن قريب، ممكن الاسبوع الجاي ان شاء الله. انا عارف ان انت جعبتك لن تخلو من ذكريات حلوه نحب نشارك جمهورنا الجميل. انا اشكركم جدا انتوا بتاخدوا لي فرصه ان انا اطلع من الماضي الاوراق القديمه دي واعرضها على الناس اللي ما عاشوش الماضي الجميل ده. عايزه اقول لحضرتك ان الجمهور هو مش فكره احنا بنتيح فرصه، بالعكس ده هو الجمهور حابب جدا فقره النوستالجيا دي وبيطلبها لما بنسال ايه الفقرات اللي انتوا عايزينها. ناس كتيره جدا اجمعت على ان احنا عايزين نسمع ونرجع بالذاكره ونسمع عن النادي الاهلي وابطالنا وارجوكي كمان يا استاذه زي ما حضرتك بتعملي زي ما بيطلبوا الناس كده والحاجات حلوه. لو في اي حد من الناس بتحب تقرا الاهلي عايزين يشوفوا حاجه ما شافوهاش يبعتوا على البرنامج يقولوا ويتابعوا وجودك الكريم معانا في فقراتنا اللي جايه ان شاء الله. شكرا لوجودك معانا. شكرا لحضرتك. شكرا يا كريم، وبشكر حضراتكم جدا على متابعتنا، وان شاء الله بكره حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي ان شاء الله.